السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذي الأعزاء، حصتنا اليوم هي حساب تطبيق الصابع. أولا، حساب كان 1 إلى 2. الدوشك 1 و2 نعلم أن كان 1 إلى 2 تساوي زد 1 على زد 2 تساوي 12 على 36 تساوي 1 على 3. طبيعة كامل 1 إلى 2 مختزلة. حساب كامل 3 إلى 4، الدوشك 3 و4 نعلم أن كامل 3 إلى 4 تساوي زد 3 على زد 4 تساوي 15 على 30. كامل 3 إلى 4 إذن تساوي 1 على 2، طبيعتها مختزلة. نمر إلى السؤال رقم 2، وهو حساب نسبة التوصيل الإجمالية. نعلم أن نسبة عامة نسبة التوصيل الإجمالية تساوي جداء عدد أسنان الدوالب المحركة على جداء عدد أسنان الدوالب المستقبلة. إذا R من 1 إلى 4 تساوي زد 1 مضروبة بزد 3 مقسومة على زد 2 مضروبة بزد 4 تساوي 12 مضروبة ب15 مقسومة على 36 مضروبة ب30. إذا R من 1 إلى 4 تساوي 1 على 6 وطبيعتها مختزلة. شكرا على تتبعكم تلاميذي الأعزاء، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.